آخر التطورات الدبلوماسية الخاصة بالأزمة الأوكرانية الروسية، أفاد الكرملين بوصول وفد روسي إلى دولة بيلاروسيا مؤكدا جاهزيته لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني. وذكر الكرملين أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى بما في ذلك إدارة الرئاسة. وزير الدفاع الأوكراني بدوره يشيد بجنوده ويقول إن المزيد من الدعم في الطريق. كذلك قال بأنه بعث الوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي برسالة تشجيع إلى جنوده بعد 3 أيام من القتال، ووصفها بأنها غيرت بلدنا والعالم إلى الأبد. وقال على موقع فيسبوك أن روسيا لم تنجح في السيطرة على العاصمة كييف كما كان مخطط، وأكد أن الأوكرانيون يواصلون مقاومة القوات الروسية على عدة جبهات. إذن هذه ما يخص العمليات الذي يقوم بها الجيش الأوكراني وحفاوة وزير الدفاع الأوكراني بما يقوم به الجنود الأوكرانيون على طبعا جبهة القتال مع الجيش الروسي. وأضاف وزير الدفاع إنجي أن أوكرانيا تتوقع الآن من دول أخرى دعم يكون على قدر التقدمات التي تحدث من الجانب الروسي.